برشلونة بعد تعثر في الجولة الأولى ضد راي فايكانو بتعادل سلبي ومباراة وشوتها الأول في الأنويتا قدام ريال سوسيداد ما كانش أفضل شيء، يأتي الفتى الذهبي أنسو فاتي عشان يخلص المباراة في الأنويتا بمساهمته في 3 أهداف من أصل 4 في مباراة النهاردة. مباراة النهاردة هنتكلم على برشلونة تشافي ضد ريال سوسيداد وإيه اللي عمله تشافي وليه كان الشوط الأول وحش الشوط الثاني كان أفضل نوعا ما شوية. هنتكلم في كل حاجة عن مباراة برشلونة وريال سوسيداد، بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تيجي لك اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. تشافي وبرشلونه، تشافي وبرشلونه في لغط كبير عليهم، في كلام كتير على تشافي. فكره ان تشافي بيصدر الضغط لنفسه وبيصدر الضغط للعيبته، ليه؟ لان الاداره بذكاء كبير شالت ايديها من الموضوع. انت عايز صفقات، عايز مهاجم، عايز جناح، عايز مدافع، عايز لاعب وسط ميدان، جبت لك كل اللاعبين وجبت لك كل طلباتك، اشتغل العب اكسب لي مباريات جيب لي بطولات، لان برشلونه عليه ديون لو ما سددهاش بعد اول سنه وابتدى يسدد فيها من بعد اول سنه الديون هتتراكم وبالتالي يبقى في ازمه على المدى البعيد. فلازم برشلونه يحقق نجاحات هذا السيزون 100%، اي بطوله، دوري، كاس، تشامبيونز، اي بطوله لازم برشلونه يكسبها السنه دي. هل هيكسبها بالاداء اللي عمله برشلونه الشوط الاول؟ بالتاكيد لا، لان الشوط الاول برشلونه احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبنتفرج على المباراه، واول دقيقه في المباراه جول ليفاندوسكي على طول، بلدي بيخش يرفع العرضيه، جول ليفاندوسكي، الجول الثاني، طيب يا سيدي جول، وعكس المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت كانت ازمه عليك، مباراه النهارده لا انت جبت جول في اول دقيقه، فخلاص انت بكده هتكون داخل في المباراه انت المتسيد، انت الافضل، انت اللي تقدر تكسب المباراه، انت اللي تقدر تزود على الجول اللي انت جبته في اول دقيقه في المباراه. ولكن زي ما احنا عارفين ان مباراه الانويتا سواء على ريال مدريد او على برشلونه بتبقى صعبه جدا، ريال سوسيداد على ملعبه صعب جدا بالجمهور باللاعبين بكل شيء بيبقى مباراه صعبه، فريال سوسيداد ما تاخرش كتير في تعديل النتيجه، ولكن تعديل النتيجه دي هي اللي ادت لمشاكل او اظهرت مشاكل برشلونه، مشاكل برشلونه باينة في كذا شيء، الشيء الأول وهي الخط الخلفي، بتلعب بثلاثي دفاع فيهم لاعب اللي موجود في وسط الثلاثي الدفاع اللي هو إيريك جارسيا سيء كارثي، سواء في الضغط على المنافس، سواء في اللي أنت في المساحات، في كل ده. حتى في بناء اللعب إيريك جارسيا كارثة، فعلا كارثة، مش بالسيزون ده بس، السيزون اللي فات برضه كانش كويس. لازم كوندي يتسجل في اقرب وقت ممكن لان برشلونه محتاج كوندي جدا جدا جدا، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو نص الملعب، التبادل النهارده في نص الملعب ببدري وديونج وجافي، ما فهمش اللاعب الدستروير اللي يقطع لك الكوره من لاعبي الخصم، ولا ديونج بيعرف يقطع، ولا بدري، ولا جافي، مش زي فرانكيسي اللي جنبك على الدكه. فرانكيسي لو كان موجود في الدكه الشوط الاول اكيد هيبقى ضاغط، واكيد هيبقى الريال سوسيداد مش هيبقى عنده فرصه انه يستلم الكوره ما بين الخطوط بكم هذه الفرص. ريال سوسيداد النهارده ابتدى يستلم كوره، ديفيد سيلفا كان بيتمشى كده ما بين الخطوط، محدش بيسأله انت رايح فين، وبيستلم وبيوزع لعبه كل شيء. فلازم كان عندك لاعب دستروير في نص الملعب يقطع الكرات، لان ده مش موجود ولا في بدري ولا في جافي ولا في ديونج، دول لعيبه كوره اكتر من انهم لعيبه دستروير. جافي ديونج النهارده كان بيلعب دور ريجيستا، اللاعب اللي موجود نمره 6 اللي بيوزع لعب الفريق، هو اللي بيبدا الهجمه، اللي بيوزع الدنيا، اللي بيطلع جافي، اللي بيطلع بدري، اللي بيدي كره طويله لديمبيلي او كره طويله للبلدي، كل الكلام ده. برشلونه تشكيلته كانت بتحول من بين 2 من 3 4 3 ل 3 5 2، 3 5 2 في الحاله الدفاعيه و 3 4 3 في الحاله الهجوميه. في الحاله الهجوميه 3 4 3 بان بلدي هو بيزيد وجافي بيفتح الملعب، يبقى هو ناحيه اليمين وديونج و بدري والاثنين في نص الملعب، وبتلاقي الناحيه الامام فران توريس زاد نوعا ما شويه ودخل لقلب الملعب شويه علشان يقفل او يزيد مع ليفاندوسكي ويشكل ثنائيه معاه ويبقوا اثنين مهاجمين مثلا، وبتلاقي ديمبلي فتح الملعب تماما ناحيه اليمين ليكون هو الوينج باك، لان جافي مش يقدم المساهمات الهجوميه دي لانه بيبقى بيحاول يغطي المساحه اللي بتبقى ورا ديمبلي ويساعد اروخو في الشكل الدفاعي او في الثلث الدفاعي اكتر من انه يزيد في الناحيه الهجوميه، فبالتالي ديمبلي كان بيفتح الملعب تماما عشان يدي مساحه لفران توريس يخش ما بين الخطوط، يخش ما بين الخطوط ويبتدي يستلم علشان يوزع لعب او يسدد على المرمى. ولكن نيجي هنا بقى لحاجه كبيره قوي وهو فران توريس. فران توريس في المباراه الاولى مباراه النهارده ما قدمش شيء، مش المباراه الاولى ومباراه النهارده بس، السيزون اللي فات برضه لما جه ب 75 مليون جنيه، بضاعه فاسده، بضاعه فاسده، سيتي بيدي برشلونه بضاعه فاسده. فران توريس ما قدمش اي شيء يذكر مع برشلونه لحد الان، ولا اهداف ولا تاثير في الهجمات ولا في اي شيء. فران توريس النهارده كان الشوط الاول سيء جدا، مش هقول لك فران توريس بس، بعض اللاعبين، ديمبيلي مش افضل شيء،
ديمبلي لسه مش اللاعب اللي انت تعتمد عليه، زي اللي انت عندك رافينيا فاتح على الدكه، وعندك كمان فران توريس مش اللاعب اللي تعتمد عليه، زي اللي برضه اللي انت عندك رافينيا وفاتي على الدكه. فانت النهارده ازاي يعني ليه بتقعد فاتي ورافينيا؟ يعني قعدت الاثنين مع بعض وبتلعب بفران توريس وديمبلي، طب ما تقعد واحد فيهم مثلا، اقعد واحد فيهم والعب بديمبلي مثلا ورافينيا، او ديمبلي وفاتي. لكن انت قررت تلعب بالاثنين مع بعض فران توريس وديمبلي، فبالتالي مبقاش ليك شكل هجومي، مش ليك شكل، مفيش تقريبا. برشلونه الشوط الاول ما راحش غير بفرصتين، والفرصتين اللي كانت ليفاندوسكي فرصه حطها جون، والثانيه جت جنب العرض. غير كده ما وصلش المرمى ريال سوسيداد الشوط الاول، لان مفيش صناعه فرصه. بدري وجافي وديونج الثلاثي كان مشغول بالمعركه في نص الملعب بانه يساهم في الناحيه الهجوميه، ده اللي خلى ليفاندوسكي ينزل كتير نص الملعب عشان يبتدي يوزع لعب، يبتدي يبدا الهجمه هو، ودي مش 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 عاده ليفاندوسكي. ولكن تعالى الشوط الثاني لما نزل فاتي ونزل رافينيا بدل بالدي وبدل بدل فران توريس، ودى ديمبلي ناحيه الشمال، وخلى رافينيا وفاتي بقى هو اللاعب اللي بيعمل الاسهم الهجوميه وبيبقى تحت ليفاندوسكي، ترى الشكل يظبط. فاتي على طول في اول لمسه ليه بكعبه يديها لديمبلي، ديمبلي الجون الثاني، بعديها على طول بيدي ثرو معلمه لليفاندوسكي، ليفاندوسكي بيحط الجون الثاني ليه والثالث لبرشلونه. بعد كده بيتوج مجهود لفاتي في اخر مباراه بالجون الرابع. انسو فاتي جوهره، الاصابات بتاعت السيزون اللي فات هي اللي عطلته كتير، ولكن انسو فاتي السنه دي يلعب على اي وينج في ليفربول، في برشلونه. انا مصمم ليه ليفربول مش فاهم ليه برشلونه، يعني لازم برشلونه الفتره اللي جايه تلاقي تشكيلته مكونه بالتلت الامامي رافينيا وفاتي وليفاندوسكي. الثلاثي بصموا على الجون الثاني لبرشلونه، رافينيا لعيبه بالعرض، فاتي لعيبه بالكعب، دخل ديمبلي حطها في الجون الثاني، بتلاقي فاتي بيدي ليفاندوسكي في الجون الرابع، بتلاقي ليفاندوسكي بيسلم لفاتي. فالتوليفه دي هي المميزه لبرشلونه في الوقت الحالي. للوقت الحالي برشلونه انت محتاج تنتصر، محتاج تفوز، مش الاداء الاحسن، انت اكسب خد نقط جمع نقط ارجع في المنافسه من جديد، ولكن بعد كده فكر في الاداء، لان النهارده برشلونه فعلا في حاجات كتيره ناقصه ليه، موقف ناقصه، مدافع ناقصه، لاعبين في صناعه اللعب، لان انت النهارده برشلونه كان عنده مشكله في بناء الهجمه، برشلونه بيحاول يعتمد على كرات طويله كتير قوي في مباراه النهارده، مش عارف يطلع بالهجمه، جافي وبيدري وديونج مش عارفين بالضغط بتاع لعيبه ريال سوسيداد. فبرشلونه النهارده كسب 4-1، ولكن مش بالاداء المطلوب، مش بالاداء اللي الناس تقول لك الله برشلونه النهارده قدم اداء عظيم وكسب 4، لا انا قلت برشلونه كسب 4 لكن مش بالاداء العظيم. الاداء العظيم ابتدى يتحسن، والاداء العظيم ابتدى يجي لما انسو فاتي نزل الملعب هو ورافينيا، وابتدى يشغل ليفاندوسكي، فالدوسكي ابتدى يشتغل معاه وابتدى في تناغم. ولكن رافينيا ديمبيلي وفران توريس وليفاندوسكي كل واحد في كوكب، كل واحد في وادي. وبمناسبه الولد بلدي اللي لعب الشوط الاول مميز جدا 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 عن جوردي البا. جوردي البا كان يعني لكم فرقه برشلونيه، ولكن بلدي اثبت ده في اول دقيقه، بيروح بادوار الهجوميه افضل، بيروح كتير على الجون، بلدي افضل بكتير ومحتاج وقت اكتر في الارض الملعب، ورافينيا وفاتي محتاجين وقت كبير في ارض الملعب. ويا ريت يا ريت يا ريت فرانكيسي يبدا المباراه الجايه، لان فرانكيسي مهم قوي في ارض الملعب النهارده. يعني النهارده لو لعب في بدايه الشوط كان شكل برشلونه اتغير نوعا ما شويه، ولازم برشلونه يلاقي حل في حوار كوندي ده، انت هتكمل بايريك جارسيا فانت كده هتلبس في حيطه على الدغري، هتلبس في حيطه، لان كريستنسن واروخو اثنين مميزين، لكن محتاجين لاعب في وسطهم عشان شكل الثلاثي يبقوا كبار او يبقوا تقال، لازم واحد يبقى مميز فيهم. ايريك جارسيا ولا عارف يظبط اوف سايد، ولا عارف يضغط على المهاجم، ولا عارف يجري معايا ولا اي حاجه. وكملي بالجون التعادل لسوسيداد اللي هي تخبط في رجله وتعلى فوق تريشتيجن ويخش جون. برشلونه النهارده كسب 4-1، ولكن الاداء لسه محتاج له شغل كتير قوي 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 من تشافي، مع انه اتحسن الشوط الثاني نوعا ما، مش هقول لك بالشكل الكبير، ولكن نوعا ما اتحسن الشوط الثاني. ولكن انا اتمنى برشلونه المباريات القادمه نلاقي شكل مغاير، سواء على مستوى الافراد او على مستوى الاداء او على مستوى التكتيك او على مستوى كل شيء. فلو في الاخر ده كان راي شخص واحد، هو رايي انا في رب برشلونه وريال سوسيداد، والمهم يكون رايك انت، قول رايك في المباراه في الكومنتس، وقول لي هل المباريات القادمه برشلونه هيتحسن ولا لا. ولو حلقه عجبتك سشعر من لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.